قيل كان هنا السعودية، عبارة أثار فيها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية تفاعلاً بتصريح حول العاهل السعودي وولي العهد ليتصدر محركات البحث العالمية. ما القصة؟ هذا الأسد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن يقال كان هنا السعودية. أكد وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ بتصريحه في لقاء ببرنامج في الصورة مع الإعلامي السعودي عبد الله المضيفر أنه لولا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكان يقال كان هنا السعودية بسبب الإخوان المسلمين والصحويين. فقال: والله العظيم لولا أن الله أنقذ هذه البلاد بولاية سلمان بن عبد العزيز جزاه الله عنا وعن الأجيال خير جزاء، وأن الله سبحانه وتعالى قيد له هذا الأسد الأمير محمد بن سلمان أن يقال كان هنا السعودية. قالوا أن جماعة الإخوان المسلمين يتسترون بالدين لكسب ثقة الناس فيه. تعتبر العلاقات بين السعودية وحركة الإخوان المسلمين من أكثر العلاقات التي ترتبط بين الدول والحركات السياسية تعقيداً واضطراباً، فوفقاً للجزيرة تدرجت هذه العلاقة من التحالف إلى المواجهة الشاملة في السنوات الأخيرة، حيث تردد صدى أحداث 11 من سبتمبر في السعودية بإيقاع متسارع قبل أن ينقشع غبارها في المملكة عن تغيير واضح في سياسة التعاطي مع الإخوان. والواقع أن تلك الأحداث فتحت الضغط الغربي الهائل على السعودية، فبدأت سياسة جديدة تجلت أكثر في قبض يد العون عن بعض الهيئات والمؤسسات الإسلامية من بينها المحسوبة على الإخوان، وبسط لسان الحرب الإعلامية عليهم في مختلف وسائل الإعلام السعودي. تعنى بالدعوة ونشر المنهج المعتدل الوسطي في ربوع المملكة العربية السعودية. وأضاف الوزير السعودي: لسبب الإخوان المسلمين والصحويين وتجار الفتن الذين يأخذون من الداخل والخارج ما يعنيهم على نشر فكرهم النتن لتفتيت اللحمة الوطنية وتشتيت الشعب. وتابع آل الشيخ قائلا: يريدون أن يصير شعبنا مثل الشعوب الأخرى، 5 دول الآن سقطت بسببهم، وإنهم يجيدون فن النفاق حتى يسقطون الرفاق والرجال، حسب قوله. وتفاعل مستخدمو منصة إكس مع تصريحات الوزير السعودي، وتم نشر التصريح عبر العديد من وسائل الإعلام السعودية.